شكرا لمحمود جميل. والآن مشاهدينا الكرام إلى أخبار الاقتصاد. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي، أهلا بك نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية والتي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشار وزير التجارة خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إلى أهمية تعزيز جهود تنمية وتطوير المنطقة باعتبارها وجهة استثمارية متميزة ومحورا تجاريا وصناعيا ولوجستيا عالميا. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية التوصل لحلول أكثر استدامة بالتعاون مع الوزارة لتسهيل نفاذ منتجات المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسوق المحلية. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشاريع الطاقة النظيفة. جاء ذلك خلال تدشين وزير الكهرباء مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقدر ب 10 جيجا وات في الساعة سنويا في أحد المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 1,300,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 690 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10,122 نقطة مرتفعا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10,132 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2,209 نقاط مرتفعا بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 2,216 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3,163 نقطة مرتفعا بنسبة 34% ليغلق عند مستوى 3,174 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و18 قرشا للشراء و19 جنيه و25 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و20 قرشا للشراء و19 جنيه و29 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و43 قرشا للشراء و22 جنيه و53 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات و10 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشا للبيع. تراجعت الأسهم الأوروبية مع فشلها في تجاهل المخاوف حيال زيادات أسعار الفائدة وسط أزمة طاقة متنامية وركود اقتصادي يلوح في الأفق. تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن كل مكاسبه بحلول نهاية الجلسة ليغلق منخفضا 0.7% موسعا خسائره في الجلسات الثلاث الماضية إلى أكثر من 3%. وفي حين هبطت كل القطاعات في سوق الأسهم الأوروبية، صعدت أسهم البنوك التي تميل للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة مرتفعة ليرتفع بنسبة 0.9%. شاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية.